يا سلام الله سلام من هواجيس الضماير من قصيدة اللي نقانا قوة قصيدة من كلامه يا العصيمي لا تزعزع لو يدور الدواير وخذ قسمك مثل غيرك في الرياض وفي تهامه مرحبا ترحيب تمشي على حسب السواير ضيفنا يستاهل الترحيب لا بد سلامه صاير انت لليالي شي ما ادري وش صاير انتم بديتوا علامه من علامات القيامه صادم الفرسان في الميدان يوم العج ثاير لا تحسب الروس خلقت للعقال وللعمامة غني في قصر النجوم وغني في قصر البشاير ونكبك الله يا عبد الله تراك أول علامة بندق القناص ما تخطي لو ان الجول ناير الرصاصة ما توقع غير في عين الحمامة انت لو انك تشاور وانت لو انك تخاير يمكن انك غصب تستسلم وتهناك السلامة لو تصيب الطير واقع صايبين الطير طاير وصل ما يقدر يوصل لك رصاص من حزامه ما نسالم علم الافراد وشيوخ العشاير جددوا حرب الفتوح وجددوا حرب الرغامه خلوها ابن عمك ما هو بيمك لو تهل العباير مرب مشهور يهزمكم بضحكة وابتسامة لو نجدد جاتكم حرب مثل حرب الجزائر والله بعض العرب
ما عاد تشتال عظام. ابن عمي ما يبور وما قفه ما هو بباير، كل ما جاكم مع الجه مذبح شيخ الجهامة. كل ما جاكم مع الجه مذبح شيخ الجهامة. لو تقوم المعركة جا فيكم جروح وجباير، والشريدة يطمر الجرفان مع جرف وعدامة. والشريدة يطمر الجرفان مع جرف وعدامة. لو تقوم المعركة جا فيكم جروح وجباير، والشريدة يطمر الجرفان من جرف العدامة. والشريدة يطمر الجرفان من جرف العدامة. عام الأول يوم شيخك يعتزي والدم فاير، حضرت شلي وحج عند الكم وساقم الثاني.